من رام الله ينضم إلينا سيد نهاد أبو غوش الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد، شكرا لك على وجودك معنا عبر شاشة الغد، واسمح لي أن أبدأ من هذه التطورات الكثيرة التي حدثت اليوم، ربما آخر التطورات ما تم على الساحة الجنوبية للبنان الشمالية لإسرائيل، وهو إطلاق أكثر من صاروخ واستهدف أيضا قاعدة ربما تكون معروفة، وهي قاعدة ماريون، القاعدة الجوية المعروفة الاستطلاعية بالنسبة لإسرائيل. هذا السجال لا يزال مستمر منذ 9 أشهر، هل سيطول أم سيشهد تصعيد؟ صباح الخير وشكرا لكم، تحياتي لكم وللمشاهدين. يعني بات جميع الأطراف بلا استثناء، سواء حتى الأطراف اللبنانية، من يؤيد موقف حزب الله ومن يعارضه، والأطراف الإقليمية وإسرائيل، يسلمون جميعا بأن التصعيد والتوتر على الجبهة الشمالية مرتبط تمام الارتباط بما يجري في غزة. وهذه معادلة أعلنها الأمين العام لحزب الله أكثر من مرة، وأكدها الوسطاء الذين يروحون ويجيئون يعني في الوساطة ما بين لبنان وإسرائيل. وواضح تماما رغم ذلك، رغم هذا الارتباط الذي لم يكن مسلما به في بداية الحرب، لكن بات مسلما به مع الوقت، خصوصا مع اتضاح العدوانية الإسرائيلية والتوحش الإسرائيلي استهداف المدنيين في لبنان، ومحاولات نتنياهو وحكومته تعميق الاعتداءات بشمول مناطق في عمق لبنان مثل بعلبك، الهرمل، عمق الجنوب اللبناني. يعني بينما حزب الله ما زال يقتصر ضرباته على الشريط الحدودي عمق لا يزيد عن 10 إلى 15 كيلومتر والجولان السوري المحتل. المعادلة باتت واضحة، أن حزب الله ليس مردوعا، هكذا كانت إسرائيل تظن أنه كلما ضربت وهددت وأنذرت بأنها ستحول أو ستعيد لبنان إلى العصر الحجري، وأن مستقبل بيروت سيكون مثل مستقبل غزة، كل هذا لم يؤثر، وما زال الحزب قادر على المناورة في حدود المنطقة الحدودية وفي عمق محدود جدا. ثانيا، واضح تماما أن إسرائيل ليس لديها حلول تجاه ما يملك حزب الله من إمكانيات عسكرية واستخبارية تؤكد أنه قادر على ضرب منشآت حيوية، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو اقتصادية، كما رأينا في الصور الكثيرة التي بثها الحزب، ما يسمى صور الهدهد، التي أوضحت بأدق التفاصيل قواعد سلاح البحرية وسلاح الجو والموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية الحساسة جدا في خليج حيفا. منطقة خليج حيفا طبعا هي منطقة واسعة، ولذلك التقديرات في إسرائيل أن الجبهة الشمالية لم تعد مجرد جبهة إسناد أو جبهة مناوشات، بل هي باتت تمثل تهديدا مركزيا وتهديدا وجوديا كما يقول الإسرائيليون. ولذلك نسمع لغة تصعيدية يعني عالية النبرة جدا في إسرائيل، حتى أن البعض بدأ يطالب بتوجيه ضربة استباقية غير تقليدية، وهم يعتقدون أو يفترضون أن ما يقوم به حزب الله هو مقدمة أو هي الواجهة التي تتحرك من خلالها إيران، هكذا هم طبعا يفترضون. صحيح. سيد أبو غوش، اسمح لي أنوي على هذا الخبر الذي يظهر على الشاشة، وهو أن الشرطة الأمريكية تعاملت مع أحد المشتبه به أو أحد الأشخاص الذي كان يحمل سكينا في هذا المؤتمر في ميلوكي، حيث يعقد المؤتمر الخاص بالحزب الجمهوري، والذي بالطبع أعطى نسبة كبيرة لمرشحي الانتخابات الأمريكية القادمة وهو رئيس ترامب. طبعا يأتي هذا الأمر على خلفية حدوث محاولة لضرب ترامب أو اغتياله كما قيل في الإعلام الأمريكي والغربي قبل يومين، يوم السبت الماضي. وهذا يجعلنا نتطرق إلى الوجهة الأمريكية سيد نهاد، خاصة أن اليوم الخارجية الأمريكية تحدثت عن نقطتين خاصة بترتيبات معبري رفح وممر فيلادلفيا، وكذلك عن أن إسرائيل تفكر أو ستطرح ما يمكن أن نسميه ورقة ما بعد انتهاء الحرب. وهذا التدخل الأمريكي ربما يكون مصالح متبادلة ما بين الجانب الإسرائيلي في انتخابات مبكرة، وأيضا المصالح الأمريكية في الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر القادم.
ما يطرح رؤية مغايرة أمريكية خاصة في هذا التوقيت. نعم، يعني معروف أنه الأمريكيين رؤيتهم للإشكال للقضية في غزة أو حتى لبعض المسائل الأخرى مثل الملف النووي هي رؤية دولية أكثر منها رؤية يعني ذاتية. يعني مثلا هم لا يرون أن إيران تمثل تهديدا مركزيا لأمريكا، ولديهم خيارات دبلوماسية وسياسية في التعامل مع الولايات المتحدة. كذلك الأمر بالنسبة للحرب في غزة، لديهم رؤاهم التي تختلف إلى هذا الحد أو ذاك عن الرؤية الإسرائيلية. صحيح أنهم يدعمون إسرائيل دعما كاملا بالسلاح والمال والحماية السياسية وحتى التدخل المباشر وتحريك حملات الطائرات، لكنهم لا يتبنون وجهة نظر بنيامين نتنياهو في إدارة هذه الحرب بما بكل ما انطوت عليه من ارتكاب كل هذه الفظائع والجرائم التي حتى الأمريكيين يعني يظهرون اعتراضهم عليها. ولاحظنا على امتداد الحرب كثيرا من قضايا الخلاف بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، أبرزها ما يسمى سؤال اليوم التالي: ما الذي سيجري في غزة بعد انتهاء الحرب؟ من سيستلم غزة؟ إسرائيل لا تريد لا حماس ولا فتح كما قالت، بينما الولايات المتحدة تؤيد عودة السلطة بصراحة. قالها الرئيس بايدن في مقاله الشهير في واشنطن بوست في فبراير الماضي وكررها عدة مرات، وما زال يردد موضوع حل الدولتين. طبعا هم يقولون سلطة فلسطينية متجددة، بمعنى أنهم يضعون شروطا على السلطة الفلسطينية. ثانيا، الأمريكيين يصرون على الربط بين مستقبل الضفة ومستقبل غزة، بينما نتنياهو وحكومته يرفضون ذلك، يحاول فصل قطاع غزة عن الضفة نهائيا، ليس فقط لأنه لا يريد عودة السلطة، بل لأن ارتباط غزة بالضفة يعني وجود شعب فلسطيني واحد بحقوق وطنية، بينما انفصالهما يعني أن لكل منهما مطالبه الحياتية الخاصة بمعزل عن القضايا الوطنية الكبرى، القدس والاستيطان واللاجئين. هذه المسائل لا يريد نتنياهو أن يناقشها، يريد أن يناقش يعني عدد شحنات الأغذية والمساعدات وكمية المياه وكمية الوقود وعدد الحواجز، أي أن يريد أن يشاغل الفلسطينيين بمطالبهم الحياتية بمعزل عن قضاياهم الوطنية الكبرى. ولذلك هناك اختلافات كثيرة حتى في طريقة إدارة الحرب. على كل حال يعني حتى في كانت مغيرة، بدأ أنها كانت مغيرة، ربما كانت مغيرة أمام الرأي العام. سيد نهاد، أقارن بين الرؤية الأمريكية لإدارة الحرب وبالتالي الرؤية الإسرائيلية، على ما يبدو أنها كانت مغيرة في نسقها، في تنسيقها، في تنفيذها، في استخدام حتى الأسلحة، لكن يبدو أن في العمق أو ما بين السطور أنها كانت متوافقة في تحقيق نفس الهدف. يعني أنا ربما نختلف على ذلك، يعني لأنه يعني هناك خلاف إسرائيلي أصلا على هذا الموضوع. يعني نتنياهو واليمين المتطرف لهم رؤية أقرب إلى الرؤية الدينية التوراتية التي تريد تطهير قطاع غزة من الفلسطينيين وتريد تحقيق مخططات استيطانية وتوسعية وتهجيرية، بينما لا يرى كل الإسرائيليين ذلك. بعض الإسرائيليين يرون أن هذا في غير صالح إسرائيل أن تدان أو أن تلطم بأنها دولة ترتكب جرائم الإبادة، ولذلك هم يفضلون الانفصال عن الفلسطينيين. ثانيا، هناك يعني خلاف جدي ما بين دعني أقول الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة والمجموعات اليهودية في الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية. تلك الجاليات في الولايات المتحدة التي تصوت بمعظمها لصالح الحزب الديمقراطي هي أقرب لتبني منطق المعارضة الإسرائيلية الذي يمثله غانز ولبيد وهؤلاء. فلذلك صحيح أن هناك تباينات، لكن هذه التباينات لا تصل، ربما هذا ما يعني يجعلنا نقترب من حل الإشكال، لا تصل إلى حد أن تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل. هي تختلف معها لكنها لا تضغط عليها، تكتفي بتوجيه النصائح والإرشادات ومحاولة تطويب الأداء، لكنها تمتنع وتحجم عن أي ضغط. لماذا؟ لأن هذا الأمر يرتبط أولا بعلاقة طبيعتها مختلفة. هذه ليست علاقة بين دولتين صديقتين، بين إسرائيل وأمريكا. هناك علاقات وظيفية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإسرائيل تلعب دورا مركزيا في خدمة المصالح الأمريكية. ثانيا، الضغط على إسرائيل يمكن أن يجعل نتنياهو وحكومته وأنصاره يولدون ضغوطا على الإدارة وعلى بايدن في مرحلة انتخابات، وهذا أمر صعب. يكفي بايدن الصداع الذي سببه العرب والمسلمون في الولايات المتحدة حين حجبوا جزءا من طاقتهم الانتخابية، فالآن حين يضاف لهم بعض الأوساط التي تؤثر عليها إسرائيل ستصبح مشكلة جدية لدى بايدن.
إذن أنا أعتقد أن هناك خلافات جدية لكنها لا ترقى إلى مستوى التناقض الحاد الذي يدفع ربما الإدارة الأمريكية إلى تغيير موقفها أو إلى الضغط على إسرائيل أو حتى إلى معاقبة إسرائيل. على العكس من ذلك، هي تحميها بكل الوسائل، ورغم أنها تتحدث عن حل الدولتين لكنها استخدمت حق الفيتو في الأمم المتحدة بشأن صحيح حل الدولتين. صحيح. ثانيا، رغم ما شهدناه من تباينات لم تصدر كلمة واحدة تلوم فيها الإدارة الأمريكية إسرائيل على الإطلاق، صحيح. رغم أن نتنياهو أكثر من مرة خرب الصفقة وتعمد العمل ضد الصفقة، وهكذا يقول الإسرائيليون يعني.